يا ريس، احنا لسه في المستشفى حالا. هطمنك يا ريس، هطمنك. حاضر يا ريس، حاضر يا ريس، هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جاي فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع متاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع متاوي؟ ايه يا سوني ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم؟ وده الديلر. كان فيلم حلو قوي قوي. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه؟ الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم؟ ايه ده ايه ده يا ابني، ايه ده؟ خضتني. سلامتك، اهدى. انا دكتور، انا دكتور، ما تخافش. اهدى اهدى، ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه؟ بيلق بيلق. بقولك ايه، مش عايز تهبل وتكلمي كويس. في ركبه بتلق؟ فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه، انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي، احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا؟ احمد السقا بمنتهى الرشاقه، كذب. مش عايز، انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايز نبلغ البوليس. قول وخلصني. ها؟ ما هو كان طالع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني، قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل، انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي، ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل، بطل كذب. دي خلاص دي خلاص، حتى مفيش. وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في العارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك، ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه، ده انت صدعتني، ده انت صدعتني، انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو، يا رانيا. ايه فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلولو طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك، حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص، وتعزمني على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا، انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع، مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول، يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك، معلش. حلو قوي المكان قوي النهارده، كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي يا ستي، دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما اجيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ اوي. هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره، قريب ولا ابن طنط لولو دي
شخصيه هنا ولا هيهزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه؟ تشوفيه ونروح نتغدى بره، اوكي؟ انت مبسوطه هنشوفكوا. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه؟ لو سمحت يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه؟ سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ ناصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك، ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوز. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت متكلم باسلوب احسن من كده حضرتك. تمام، انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه تقف. أمر حضرتك، انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء الضوء وتاني ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتهريجه؟ انت هتمثل؟ هتمثل؟ مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير؟ ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان، لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع وان انت هتبقى هفتان مننا عشان نطعش وجبه كشري. هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي، ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. فهمي يا رانيا. بصي انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اورولي في حته تانية امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش، ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب بيترد عليه. هو ايه؟ بسرعه جهزوا على المشهد واحد، مسلسل البيجامه الحمراء. ايراكو